هاتفيا من باريس ينضم إلينا الدكتور رياض عربي الدرقاوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة. دكتور رياض، بعد التحية، هناك أنباء عن وجود لقاحات جديدة تستطيع أن توفر الحماية ضد الفيروس الأصلي لكورونا وأيضا متحور لأوميكرون. نعم، في الحقيقة أن اهلا وسهلا اولا بكم وبالمشاهدين الكرام. اهلا فيك. صحيح، تحدث تطورات دائمه على صعيد اللقاح وتطوير اللقاحات. السبب في ذلك ان اللقاح الذي يستخدم حتى الان في كل الدنيا ضد السلاله هو موجه ضد السلاله الاصليه، ودائما نقيس نسبه نجاحه ومنع انتشار العدوى تابعة للقاح. يعني بعد أخذ اللقاح يجب أن تنخفض نسبة انتشار العدوى لدى الملقحين. في بتطور السلالات التي جاءت، ففي البداية كان اللقاح يحمي إلى حد ما من الانتقال بين من ملقح إلى غير ملقح أو من ملقح إلى ملقح، بينما حاليا بما أنه سلالة أوميكرون شديدة العدوى فأصبح اللقاح يعني منع انتشار العدوى بعد أخذ اللقاح غير كافية، يعني أصبحت نسبة 10 إلى 20% فقط. ومن هنا أتت ضرورة تأمين لقاح جديد يعني يحمي ضد الأوميكرون السلالة الحالية التي هي المنتشرة بشكل كبير، إن كانت البيئة واحد أو البيئة واحد اثنين أو البيئة أربعة أو البيئة خمسة. هناك أربع سلالات هي التي أكثر انتشارا، هي التي انتشارها هو أكثر شيء. فهذا اللقاح الجديد أو اللقاحات الجديدة قد يكون الآن موجه فعلا ضد هذه السلالات بشكل خاص. طبعا نسبة الحماية بالأصل للقاحات التي يتم تداولها حاليا قبل وجود هذا اللقاح الجديد أو ظهوره، نسبة الحماية ضد المرض الشديد دائما تقريبا واحدة، هي من 80 إلى 90%، أي أن أي لقاح حتى لو كان ضد السلالة الأصلية هو يقي الإنسان ويحمي الإنسان المصاب بالكورونا أو الذي تعرض إليه الفيروس بنسبة كبيرة جدا من الذهاب إلى المشفى، وهو لذلك ما زال يعني ضروريا لدى خاصة الكبار العمر وخاصة المضعفي المناعة. ولنعتبر بشكل عام أن كلما زاد سن الإنسان عن 50، كلما يعني بشكل مضطرد كلما أصبح بحاجة أكثر للقاح للحماية. نعم. طيب دكتور رياض، يعني حضرتك ذكرت أن الفيروس الآن أكثر انتشارا، كنا يعني في خلال السنتين الماضيتين يعني نلاحظ الانتشار في بدايات فصل الشتاء سواء في الدول الأوروبية أو في الدول الأخرى، يعني ولكن يعني في هذه الأيام نرى انتشارا يعني ونحن في فصل الصيف. نعم هذا صحيح، وبما أنه يعني السلالة السائدة الآن في العالم كله أجمع هي سلالة الأوميكرون، فهي سريعة الانتشار ولا يهمها إذا كان الإنسان ملقح أو غير ملقح للانتشار. فأصبح طبعا هناك عدة عوامل تؤدي لانتشار الفيروس، من أهمها على الإطلاق هو قرب الإنسان المريض من إنسان آخر، فهناك أعراض مثلا الرش، العطس أو السعال، أو حتى الكلام بشكل مباشر مع الإنسان بشكل أكثر من 15 لمدة أكثر من 15 دقيقة. هذه الرذاذ أو القطيرات بالهواء تنقل الفيروس من الإنسان المصاب إلى الإنسان غير المصاب. طبعا هناك عدة كما قلت، هذا أهم شيء. هناك شغلات يعني تؤهب أكثر أو تساعد على الانتقال، هو كما قلت بداية الشتاء، لأن الأماكن تصبح مغلقة أكثر، التهوية هي أقل، عدد الناس المصابين أكثر، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الانتقال بشكل أكبر. ولكن الآن حتى في فرنسا مثلا الموجات، هناك سابع موجة الآن كانت في الشهر الماضي الذي انصرم الآن شهر تموز أو يوليو، فهو بالصيف في عز الصيف، لأن أصلا يعني لا يوجد يعني ليس فقط من العوامل المؤهبة هو فقط الفصل يعني، ولكن هناك أمور أخرى كثيرة، أهمها هو كما قلت اقتراب الشخص المصاب من غير المصاب. ففي الصيف ايضا هناك يعني الحفلات، هناك الاستقبالات، هناك الاعراس، هناك المطاعم، هناك المغلقه يعني خاصه بالتكييف وهكذا، فيحصل فرصه كبيره من لتقارب الناس من بعضها البعض، واصبح الاهتمام اقل بالاجراءات الاحترازيه. فعندما يعطس الانسان لا يهتم كثيرا، عندما يسعل لا يهتم كثيرا باداره وجهه، عندما يكون عنده بعض الاعراض لا يستقبل و يقبل حتى أصدقائه. يعني هل المواضيع كلها مع بعضها البعض تؤدي إلى انتشار أكبر يعني، وهو نعم. يأتي المرض كما فهم الجميع على شكل موجات،
من يعني كلما ظهرت هناك احتمال اكبر للاختلاط بين الناس، كلما اصبحت تلا هذا موجه ما، وثم يصبح عدد كبير من الناس مصاب، فتصبح هناك مناعه معينه تستمر لمده قليله معينه، ومن ثم تنخفض، وهكذا تبدا الموجه بالانحسار، لبعد فتره معينه تظهر موجه اخرى، وهكذا ظهرت. نعم، يعني اذا دكتور رياض، يعني حضرتك مع الراي الذي يقول انه يجب الاغلاق او العوده الى الاغلاق مره اخرى، او مره اخرى العوده الى الاهتمام بالاجراءات الاحترازيه كما كان في السابق في اول اكتشاف المرض؟ في الحقيقة لست تماما مع هذا بشكل كامل، لأن السلالة الموجودة حاليا ليست نفس السلالة السابقة التي كانت أخطر في الحقيقة. إذا كنت أريد أن أعطيكم فكرة سريعة جدا، لنفرض أن قبل ظهور الكوفيد الجريب، شكرا، الجريب مرض الإنفلونزا العادي كان تقريبا يؤدي إلى 10,000 إلى 12,000 وفاة سنويا في فرنسا. ظهور عندما ظهر الكوفيد هذه النسبة أصبحت أكبر، يعني بحوالي 4 إلى 5 مرات وقد يكون أكثر من ذلك، يعني عدد الوفيات السنوية في أول يعني بسبب المرض الذي كان يعتبر في البداية كجريب، في البداية عندما لم نكن نعرف عنه شيئا كثيرا. أما هذا السلالة الأصلية وسلالة ألفا وسلالة دلتا كانت تعطي نفس النتائج. دكتور رياض، نعتذر لحضرتك نظرا لضيق الوقت، ووصلت الرسالة أن الفيروس في هذه الأيام أقل خطورة منذ بداية المرض. دكتور رياض عربي الدرقاوي الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة، شكرا جزيلا لك.